أعزائي الحفل الكريم، تتواصل أشواط هذا المساء وانطلق في هذه الأثناء شوطنا السادس عشر. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذا هو شوطنا السادس عشر. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، هذا الشوط خاص بفئة الحقائق القعدان، آخر شوط قعدان في هذا المساء. المركز الأول الذيب لمحمد بن حمد بن عبد الله الزعبي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول الذيب. المركز الثاني من يتقدم من الجانب الآخر، جمر هزاع بن عبد الهادي بن نايفة على المركز الثاني. دور المركز الثالث، يصل ويتقدم ناير لعمر بن عبد الله بن مطر الكتبي على المركز الثالث. الدور والنقلة إلى المركز الرابع، ومن يتقدم هنا بحر حمد بن عبد سلامة الهاجري على المركز الرابع. دور المركز الخامس، يصل ويتقدم الصاحي أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي، أحد ضيوفنا الأعزاء وصاحي في هذا الشوط، اللي ينتقل إلى المركز الرابع ويتقدم. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول الذيب. الذيب متسلح بهذا الاسم الجميل وهذا الاسم التراثي الذيب على المركز الأول، وفي صدارة الشوط محمد بن حمد الزعبي مع المركز الأول مع صدارة الشوط. الله يا الذيب، العصا في الأبطان والانطلاق تلقائي من الذيب. يتابعه الزعبي في هذا الشوط. المركز الثاني، يتقدم ويتسلل الصاحي أبناء ميدان الطائف، أبناء ميدان العرفة، قادمين أبناء مكة المكرمة، حاضرين اليوم مع شعار القرشي، قادمين في هذا الشوط. ينطلق في هذه اللحظات الصاحي يا أحمد بن مذكر القرشي على المركز الثاني، 1500 متر، وهذه لوحة إعلان منتصف المسافة. المركز الثالث، يتقدم هنا ناير عمر بن عبد الله بن مطر الكتبي، وعلى المركز الرابع يتواجد جمر هزاع بن عبد الهادي بن نايفة. المركز الخامس، ومن يتقدم فيه متعب لي منصور بن خميس بن عجمي بن مناخر. هذه النتيجة أيها الأعزاء، والعودة إلى مقدمة الشوط. الصاحي يتسلل مع 200 متر الأخيرة، الصاحي اللي قلنا انه صاحي. الله يا صاحي، العصا قوس، ما اجمل هذا الانطلاق وهذا المنظر يا القرشي. ابناء مكة ايضا، ابناء مكة ينتظرون السلام، يتابعون شاشة قناة الريان. الكيلومتر الاخير يا القرشي، الكيلومتر الاخير، والصاحي على المركز الاول، صاحي لما يدور من امور في هذا الشوط. احمد بن مذكر القرشي يقدم الصاحي خير تقديم، يتابعه باهتمام بالغ. المركز الثاني، يصل ويتسلل بهذه اللحظات المصير لسالم بن ناصر بن حفيظ على المركز الثاني. المركز الثالث المتقدم في هذه اللحظات، بشعار ازرق اللي متذري في بعيد قعود بن حفيظ. الله يا سلام، بالفعل يتقدم في هذه اللحظات ويتسلل هنا متعب منصور بن خميس بن عجمي بن مناخر على المركز الثالث. المركز الرابع، اول نداء هوب رايد بن حمود بن غريم المرواني قادم، وايضا هنا يصل في هذه اللحظات ويتقدم مبلش محمد بن بطي ال حسناء المري. ولكن عودتنا الى الصاحي، الصاحي واللحظات الاخيره. يلا يا القرشي، اللحظات الحاسمه، ال 400 متر الاخيره، بن حفيظ قادم مع المركز الثاني. يا سلام، ولكن انطلق الصاحي، مبلش قادم على المركز الثاني، لا مفر من مبلش والصاحي واللحظات الحاسمة. الصاحي مبلش اللحظات الأخيرة، أحمد بن مذكر القرشي، أو هنا يصل محمد بن بطي الحسناء على المركز الثاني. يا سلام، الصاحي، اللحظات الأخيرة خطفها الصاحي. تهانينا، والناموس لأحمد بن مذكر القرشي، وسلام يا مكة سلام على هذا الفوز. المركز الثاني مبلش لمحمد بن بطيب بن محمد الحسناء، المركز الثالث وصل فيه المصير سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ. المركز الرابع، الله
المركز الرابع وصل فيه لهوب رايد بن حمود بن صلاح بن غنيم المرواني. المركز الخامس، المركز الخامس مبلش. المركز الخامس سنتعرف عليه من خلال التوقيت الزمني. عموما وعلى كل حال هذه الأربع مراكز الأولى المتقدمة، المركز الخامس سنتعرف عليه من خلال مخرجنا العزيز محمد فيضي. هذا هو صاحب المركز الأول الصاحي، 4:39 58 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لأحمد بن مذكر القرشي على فوز الصاحي بالمركز الأول. المركز الثاني وصل فيه مبلش، توقيت 4:39 90 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمحمد بن بطي بن محمد آل حسناء المري على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل فيه البصير، 4:40 88 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ. المركز الرابع وصل في حامل الرقم 8 لهوب لرايد بن حمود بن صلاح بن غريم المرواني. المركز الخامس وصل فيه متعب لمنصور بن خميس بن عجمي بن مناخر. شكرا محمد.